رائد صلاح شيخ الأقصى والمسرى من القدس. شيخ رائد صلاح مساء الخير والسلام عليكم. هذا الموضوع الحقيقة يتكرر دائما، موضوع زيارة القدس بين محرض وداعم وبين من يرى فيه تطبيعا ويمنعه وحتى يصل إلى تحريمه. أنتم هناك في الداخل كيف تنظرون إلى هذه المسألة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولكل الإخوة والأخوات. أهلا بكم. ولأسرة قناة الحوار. شكرا لكم. ثم بعد توكلي على الله تعالى أخي الكريم أقول كالتالي: أين أصل المسألة؟ هذا مهم جدا. أصل المسألة أن الاحتلال الإسرائيلي في هذه الأيام بات يسعى جاهدا إلى فرض سيادته الباطلة الوحيدة على المسجد الأقصى المبارك وعلى كل الحياة اليومية في المسجد الأقصى المبارك. من قرائن سلوكه بات واضحا أنه يسعى إلى تحقيق ذلك وإلى إلغاء أي سيادة إسلامية أخرى، سواء كانت سيادة هيئة الأوقاف ولجنة الإعمار الموجودة في المسجد الأقصى المبارك، أو سيادة وزارة الأوقاف الأردنية، أو أي سيادة أخرى من الأمة المسلمة والعالم العربي. ولذلك الذي أقوله أنا كالتالي: نحن عندما نصطدم بالمسألة التي تفضلت بها حضرتك، وهذه المسألة بكيفيتها الحالية، سواء قلنا نعم أم لا، بكيفيتها الحالية عندما يدخل الواحد من المسلمين من أقصى الدنيا بغض النظر من أي مكان جاء، عندما يدخل إلى المسجد الأقصى المبارك بهذه السيادة الإسرائيلية الموهومة التي يحاولون فرضها، فأنا أقول إن أخشى ما نخشى أن يعزز وجود سيادة الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى المبارك. جملة أخيرة أقولها: من المؤلم أن أقول، من المر أن أقول، في الوضع الحالي الذي يقف على كل بوابات المسجد الأقصى ويتحكم بالدخول والخروج هو الاحتلال الإسرائيلي بقواته وأسلحتهم. وبالتالي الزيارة الآن تعد يعني سكوت أو يعني قبول بهذا الاحتلال بشكل أو بآخر، لكن هناك حديثتين أو حالتين شيخ رائد صلاح ذكرتهم أنا في هذه المقدمة. ذكرنا ما ورد على لسان مفتي الجمهورية التونسية الشيخ عثمان بطيخ، والذي قبل دعوة من السلطة الفلسطينية بزيارة القدس، وأيضا الخبير السياحي والرئيس السابق للخطوط الجوية الكويتية خلف المانع، الذي عبر عن فرحه بحصوله على ترخيص رسمي من قبل الحكومة الأردنية لإرسال رحلات سياحية إلى مدينة القدس المحتلة. والكل هنا يبرر بأن هذه مصلحة للقضية ومصلحة للفلسطينيين ووقوف مع الأقصى. كيف يمكن إقناع هؤلاء بأن ما يقومون به وما يحرضون عليه لا ينتهي في النهاية لمصلحة الفلسطينيين ولمصلحة الأقصى؟ أخي الحبيب، مع كل احترامي للجهات التي دعت الإخوة من تونس أو من الكويت، مع كل احترامي لهم، دعوتهم لا يمكن أن تنفذ إلا إذا وافق عليها الاحتلال الإسرائيلي. يعني في نهاية الأمر الذي يصادق على الدخول والخروج هو الاحتلال الإسرائيلي، وليست الجهة الداعية في الظاهر، سواء كانت من طرف السلطة الفلسطينية أو من الأردن. في نهاية الأمر الذي يقول نعم أم لا هو الاحتلال الإسرائيلي، ليعلم الزائر من أي جهة كانت سيتعامل في نهاية الأمر عندما يريد أن يدخل إلى المسجد الأقصى، وعندما يريد أن يتوضأ في المسجد الأقصى، وعندما يريد أن يصلي في المسجد الأقصى، سيتعامل مباشرة مع الاحتلال الإسرائيلي ومع محاولة فرض سيادته الباطلي على المسجد الأقصى المبارك. أخي الحبيب، ممكن أقول جملة بعد إذنك فقط واحدة؟ في الوقت الذي قد نظن أن هذه الزيارات تدعم المسجد الأقصى، الآن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يمنعني ويمنع غيري بالمئات منذ عام 2007 ميلادي حتى الآن من الدخول إلى المسجد الأقصى المبارك. ألا يجوز لنا أن نسأل سؤال بسيط: كيف للاحتلال أن يمنع أهل القدس وأكناف القدس
من الدخول إلى المسجد الأقصى المبارك، وفي نفس الوقت يرحب بالآخر البعيد أن يدخل إلى المسجد الأقصى. هذا يعني في ميزان الربح والخسارة الإسرائيلية، هذا يعني أن الاحتلال رابح ربح كبير جدا. أنا أضيف جملة أخيرة بعد إذنك وأقول، قبل ساعتين أنا عدت من حضور محكمة عشاق الأقصى الذين لا يزالون معتقلين منذ أشهر معدودات في المحاكم الإسرائيلية، وتجرى لهم المحاكم. ما تهمتهم؟ تهمتهم يصلون في المسجد الأقصى، يعتكفون في المسجد الأقصى، يرابطون في المسجد الأقصى، ينظمون حافلات لنقل الأهل من الداخل الفلسطيني 48 إلى المسجد الأقصى. الله أكبر، هؤلاء يحاكمون، قسم منهم حكم ومسجون الآن ما بين سنتين لسنة ونصف لثلاث سنين، وقسم على أبواب المحاكمة. هؤلاء يحاكمون بالنار والحديد، وفي نفس الوقت يحاول الاحتلال أن يبدو بوجه مبتسم ليستقبل الأهل البعيدين للدخول إلى المسجد الأقصى المبارك. ألا يدعو ذلك إلى التريث وفهم الأمور في عمق المطلوب بإذن الله تعالى؟ سؤال يبقى مطروح، ونترك ذلك لجمهورنا الكريم. الشيخ رائد صلاح، شيخ الأقصى والمسرح، كان معنا من القدس، نشكرك جزيل الشكر.